27 سنة تمر على رحيل الشاب حسني، واليوم نتواجد في البيت الثاني للشاب حسني بعد البيت العائلي. إذا كان في اليوم 24 ساعة فإن الشاب حسني كان يقضي في هذا المكان أكثر من 10 ساعات، وهذا المكان هو استوديو ماستر. ولما نقول استوديو ماستر، الكل في وهران وخارج وهران وحتى حتى خارج الوطن يقولوا بوسيف. إذن حصريا ولأول مرة على قناة تلفزيونية بطبيعة الحال قناة الباهية يجلس معي بوسيف. أنا نعتبره صراحة فن، مشي موسيقي ومشي كذا ومشي كذا، فهو فنان بأتم معنى الكلمة. بوسيف مرحبا بك وشكرا. الله يسلمك خويا، بعد جهد كبير قبلت أنك تتكلم في التلفزيون. الله يسلمك خويا، مرحبا بك تاني، ونشكر إذاعة الباهية على الزيارة هذه. فكرناك بحسني. الله يحميك الله يحميك. أنا بوسيف أنا قلت هنا كان يقضي ساعات وساعات، هذا هو البيت تاعه بعد البيت العائلي. كيفاش كان يقضي الأيام تاعه هنا يا سويعات؟ كان يجي الوقت اللي يفوت، كان هنا فرنما الوقت اللي يفوت يدهم لا صباح ولا عشية ولا عنده خدمة يسجل ولا حتى ما عندهش تسجيل كان يجي. لا ما عنده تسجيل ويجي. طريبيا أنا نجي منقول بلي أنه أكثر من 90% من الزالبوم تاعه كانوا في هذا المكان، وبالضبط في هذاك المكان دول بعد السادة المشاهدين يشوفوا. ما كانش هكا استديو، عاود تبدل شوية باسكو افون كان كاع باللوح. طريبيا ودروك عاود تبدل شوية، ما سيتو ما سينو راه كيما زعما مازال كيما راه ابار الدخله شويه تبدلت، كانت اغوش ولات على دروات، واللوح اللي كان هنا هذا ما كان. طيب وحسني كان من قبيطه مباشره هنا ديريكت من قبيطه هنا. ولما يمشي يعني واش يقول البوسيف واش يقول؟ هو تعرف اللي بلاك يموت على اللي بلاك الضحك وهذاك. طيب سينو ولا ابار كي تكون عندها خدمه يجي. وكان يجي كتب كلمه كانوا يجوا ثاني هنا بوسيف؟ واه ويتعامل معاهم حسني؟ يا يتعامل معاهم كاع. طيب طيب مانيش باين نقول لك الاغاني اللي زعما السكسي اللي دارها هنا في الاستوديو هذا، واش هو السكسي اللي دارها؟ كاين بزاف باسكو قول كاع لي السكسي تاعك عم خارجين منها كاع. كيما تقول 90% ولا 80% كاع خارجين منها من هذه البلاصه. طيب من بين لي السكسي اللي بالك ثاني بوسيف اثروا عليه، شو هما لي السكسي اللي دارهم حسني اثروا عليه؟ كاع صوالح اثروا عليه كاع كاع كاع. كاين صوالح الغنيات، كاين الغنيه اللي كان يغنيهم تحس لحمه كيتشوك. طيب طيب تعرف بلي هذيك الغنيه راهي السكسي. صراحة راحة معليش ما نحكوا على الصراحة راحة. واه كيفاش غناها في هذاك المكان؟ غناها في البلاصة هذه. واه هذيك ديجا باش كملنا معاها قعدنا ديجا نص نهار. وعلاش؟ السبب؟ باسكو بكري على الباك، والبكري كنا المانيطو ابوند ما كانش كيما دوا. طيب طيب تسمى يغلط خاصك تعاود كاع تعاود ازيرو تعاود من الاول. كان يبكي معليش حنا نقولوا. واه كان يبكي كان يخدم دقيقة دقيقة ونص دو مينوت تنعاود تحبس. ايوا يقعد يبكي والعاود الثاني ثاني عاود توجو لا قعدنا بالك نص نهار وحنا نخدموا فيها في الغنية تاع صراحه راه. شو هو السبب بوسيف؟ شكل يتفكر كان يتفكر ولده ومشاكل ما عارف المشاكل اللي كانوا عنده ثاني. طريبيا ومانيش عارف انا كيفاش سمي حسني. انا بعض انا بحط قبل ما نجي عند بوسيف انه حسني كان يغسل وجهه في الدار الصباح مباشره عند بوسيف. العلاقه اللي كانت بين بوسيف باسكو كان صاحبي ما طون. طريبيا كنا صحاب تاني، كنا نخرجوا مع بعض هنا في وهن ولا في الخارج ولا بارتو في فرنسا ولا وين ما كنا نروحوا توجو مع بعض. طريبيا تسمى كان يخدم معايا هنا وما بطون كان صاحبي. ومانيش باغي من لي سيكسي اللي انت توقعت انه من هذيك سيكسي وتكلمت مع حسني، يعني واش قال؟ واش توقعت انه قلت له بلي هذه الاغنيه غادي دير سيكسي غادي دير كاين كاع الغنيات اللي خارجين سيكسي كاع هنا ديجا كنا نحسوا بهم بلي الغنيه هذه راهي خارجه سيكسي. باغ اكزومبل اللي حسيتها كاع الصراحه راحه ثاني. ما تبكيش التليفون غضب كاع فاش كاع ومعليش باغي نتكلم لك. عالي هنا وين كان يتواجد؟ عالي وين كان يلعب؟ علي كان افون كان سانتي كان لهيه في الجهه اللي من لهيه. طريبيا باسكو افون كان واحد كان حيط انا طالع وكان كان سانتي كان كنت داير لسانتي تمك والماتيريال هذا كان جابد هنا هو كان خدمت عليه. وحسني مباشره تما هذا الكولوار هذا اللي راه هنا دروك كان فيه الجهه منه. طريبيا وحسني مباشره يروح هذيك الغرفه ديريكت تمك. واه طريبيا وكيفاش كان
لما يدير البوم ويدير سكسي كيفاش كان رد الفعل تاعه هناك مي كان يجي عند بوسيفكا؟ كان هو ما نورمال نورمال هو كاين 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 صوالح اللي كان يخدمهم هنا عباك لي شونتي تاعنا عباك اليوم يخدم غنيه يخدم غنيه غدوه خصه يبغي يجي يسمع لارونجمون ولا كاين اللي يحضر في لارونجمون تاعه يشوف الخدمه تاعه. هو كاين صوالح اللي نخدموا تارونجاو وما سمحهمش اللي يخرجوا في الصوت. طربي يغني غنيه ويروح ما يشوفش يروح ما على بالاش هو مام لارونجاو اللي يكون هنا راه خدام معاه. طربي كان حسين راه خدام مع حسين، كان مصطفى راه خدام مع مصطفى، كان بن علي راه خدام مع بن علي، كان علي راه خدام مع علي. ما كان زعما عندها هذيك قال اللي قال لي يا هاد لارونجا ولا ما نخدمش ولا اللي يلقاه في السيدو راه خدام معاه. كان باسكو كان تاكل على روحه. فوالا فوالا دونك كانت لافوا هي اللي كانت تاكل على روحها. هي اللي كانت تاكل. من بين الاغاني اللي داروا السكسي وما سمحهمش في لارونجمون ما سمحهمش. كاين بزاف من عقلك. كاين بزاف عطيني وحده معليش. ما سمحهمش في لارونجمون. ما سمحهمش في لارونجمون. معليش. ولما كان يخرج لما كانت كاسيت حنا ذاك الوقت كانت كاسيت لما تخرج كاسيت ودير يعني ودير بوم ما سمعش لارونجمون كيفاش يكون؟ على بالي بلي هذه كانت داره هذه داره الزاوج هنا كان ساكن هنا تفاصيل حصني. لا هو كاع الخدمه اللي كانت تخدم هنا كاع كانت عاجبها كاع كانت خدمه بغات بانت ولا ما بانتش. دونك مي كان تفاصيل انا قلتها بلي اكثر من 90% من لي زالبوم تاعه كانوا في استديو ماستر. ولما كان يروح مثلا سكريبا ولا يروح يعني كيفاش كانت؟ لا دوك كيما سكريبا كانوا يسجلوا هنا ثاني هما. تري بيان تري بيان. لي بروديكتور دي بوان دو فونت كاع لي بروديكتور كاع اللي عنده ليديسيون كاع كانوا يخدموا هنا يسجلوا هنا. تري بيان. هو كان يسجل محمد ولا بو علام ديسكو مغرب ولا نبيل سا ديبون سا ديبون ليديتور اللي كان يخدم له. تري بيان تري بيان. معليش نبغي نروح بعد كانت لك صداقة كبيرة انت وياه وكذا يعني سمعنا انه توفى حسني الله يرحمه الله يرحمه. هذاك اليوم هذاك بوسيف كيفاش؟ هو الصباح كان عند دونتيس وجا مع 11 ونص حنا كنا الداخل هنا كنا نسجلوا لدريسي شاب دريسي شاب دريسي ايوا دخل كان كويكوي هنا يهضر مع كويكوي وراح شحال كانت الساعة تقريبا؟ 11 ونص طيب يا. واحد الفامين اللي تولى تا جا فايت الميسوم الله يرحمه مع كان المغناوي تا هضر مع كوكو قال هادي عيط لبوسيف خرجت شاكين قال لي راه فلان قتلوه دوك ما فهمتش انا بوحي شكون هذا فلان ما على بالي شكون شاكين قال لك هادي حسني حبسنا الخدمه طلعت للكومبيطا انا غير شطلافني كراسان بلا عرفت بلي هذيك هي سقسي تما قال لك داوه للسبيطار في ليفيجونس ايوا طلعت ليفيجونس لقيت بعد حسين تاعنا حسين شريط حسين شريط ولقيت بوزي تاعنا عماري ايوا سقسيتهم قال لك هادي راه توفى ايا جابو زيد قال لي زعما دخل تشوفه قلت لهم هادي ما بقيتش نشوفها يعني هذيك 11 ونص كان عندك واه ما بغيتش نقاردي هذيك ليماج تاع واه تسمع على 12 ولا 12 قال لي 12 فوالا دونك 11 ونص خرج منها فوالا كان يحضر البوم ولا مين كان عندك في هذيك في هذيك الساعة لا كان خادم ديجا كان خادم وما كاين واقيلا كاين واحد خمس اغنيات ديجا الان مازال ما خرجوا ثاني. كان خادمهم هنا يعني. خادمهم هنا شنو غير اللي تيستاهل؟ مانيش عاقل والله ماني عاقل باسكو ما راهش خادم هذا كيما يقول لك ماشي انسان اللي راه خادم بوندا ولا زوج ولا ثلاثة راه خادم بزاف. دونك كان خادم خمسة تاع لي شونسون. كاين خمسة مازال ما خرجوا. راهم باقيين عند سيدي ماستر وما يخدموش. لا راهم عند سيدي كاف. لا مخدومين هنا بصح ما عندهم سيدي باسكو افون على بالك افون كنا نسجلوا في لابوند ولا بوند على بالك غير تكمل تعاود تفاصيل وتعاود تسجل الانسان واحد اخر ولا شونتور واحد اخر. الانسان ما كانش داير بلي الانسان غادي يموت ولا دونك هذوك لي سانك شونسون غناهم لسيدي كابا. سيدي كابا لا خدمهم الهادي والهادي عطاهم لسيدي كابا باسكو كانوا يخدموا مع بعض. تري بيان تري بيان. ويعني بغيت نعرف انا انه شاب حسني لما كان يمر هنا في استوديو ماستر كان يحكي بوسيف مانيش عارف الاغاني تاعه باسكو كان الاغلبيه يقول لك اغاني تاعه كان يقصد بها ناس معينين ناس باينين يعني واش كان يقول لك يعني هاد الغنيه لمن هاد الغنيه لمن يعني كان يفيزي ناس ولا الشيء اللي كان يحسه هو؟ لا الشيء اللي كان يحسه هو هو على بالك لي باغول هنا كانوا يجيبوا له بالك بال 20 30 غنيه ما ديك 30 بالك يدي واحد محمد نونا كاع كانوا بزاف في هذيك 20 30 يدي واحده زوجه شوف حاجه اللي يحس بها يديها ماشي غير اللي تعطيها اللي يغنيها وسيدي
حصل وين رفض يردهم يرد يجيبوا يجيب 10 15 يدي واحده زوج ويرد له الاخرين. وكان عنده هذاك يحسن كان هذا يحس يحس بالكلام يحس يحس بالصالح. مثل هو تعامل مع كادر صوناك ومحمد نونا كاع كاع خدمهم كاع كاع خدمهم هادو كانوا كاع يتواجدوا هنا كاع كانوا يجوا هنا راه طريبيان حلو كانوا يجوا هنا وكانوا يروحوا له للدار ثاني يجوا للدار تماك يجيبوا له لي باول. وكان خوه ثاني الله يرحمه العرش العرش بيان سير العرش ثاني العرش ثاني عطاه صوالح شابين العرش عطاه يعني دونك العرش كان كاتب كلمات كان كاتب ان شاء الله. وبعد قبل الوفاة تاعه كنت كاينة كانوا كاينين دي رومور حسني مات حسني مات يضرب صح حسني مات كانت هنا لا هذيك مشي مسجله هنا فوالا لا مشي عندي هذيك مسجله عند كاتب الله يرحمه تري بيان تري بيان. وكيفاش كان يتعامل مع هذوك الامور حسني قلت له حسني قلت له من دير رومور هذو ما كانش يشكي لك منهم بوسيف باسكو انت انا نهضر مع بوسيف باسكو انت كنت بروش بزاف ولا هذه باسكو الدعايه انطلقت الدعايه انطلقت قال حسني مات هو سي بوف سا خدم هذيك هو هذيك خدمها له نونا نظن نونا هو اللي خدمها له. وفي الملايمي كان يدخل كان يغبن بوسي؟ لا لا خدمة عنده سهلة هو سهل كاع في الخدمة يحفظ يعني ما كانش إشكال يدخل كي يدخل صاي كي يخلص صافي مكمل غنية و يخدم هذوك ثلاث غنيات زوج دي فوا زوج دي فوا ثلاثة والقدوة نعاودو ثاني زوج ولا ثلاثة دي فوا هو الماكسيموم كان يدير دو جو باش يكمل هذوك ست غنيات كاسيت فيه يحط غير لا فوا يحط غير لا فوا تري بيان. والموسيقى يعني كان يقعد يعني يسمع الموسيقى لا ما يقعدش دي فوا دي فوا هكا نقولوا انا نخدموا في لارانجمون تاعه وجا راه يسمعش انا نخدموا ودي فوا قلت لك ما دي فوا يكون في باري ولا يكون في غالا ولا ما يسمعش حتى لي كيما الناس حتى لي تخرج في كاسيت حتى لي تخرج تنباع دونك يسمعها كيما في اي سيتوايان صح نيشان نيشان ويعني بدا انا نعرف بوسيف لما كان يروح يدير دي قاله في الخارج وكذا ولما ما صحتوش انه يبقى تم علاش باسكو راح هو قعد واحد العامين في 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 بابينو بعد عام ولا عامين وقيله وما ما ما قدش ما قدش يعيش تماك ما عاود دخل راح باسكو كانت الزوجه تاعته في بابينو من بعد دخل يعني عاود دخل واه واش قال لك يعني ما قدش واه ما قدش يعيش تماك باسكو مام هذاك الوقت كي ضرب هذاك العام ولا عامين مام هنا بداو ينسوه شويه. تري بيان. دونك قال نعاود ندخل عاود ولا وتما كان يغني بابينيو ولا توقف على ما نظنش ما على باليش في بابينيو ما نظنش كان يغني لا ما كاش كاش يعني توقف على دونك عامين ما غناش حسني في بابينيو عامين فوالا فوالا والظاهره هذيك اللي كانت كاسيت صباح كاسيت عشيه استديو ماستر هنا وين راه؟ لا هذيك خاطئه هذيك فوالا على بالي على بالي سي هذيك مشي هو اللي كان نقولوا كان يسجل الصباح ويسجل العشيه ولا هذيك لي بروديكتور كانوا بيناتهم دي فوا ما يتفاهموش نقول له انت راك عندك حسني وانا عندي حسني وهذا عنده حسني دي فوا كانت كونكيونس بيناتهم تطلق انت نعاود نطلق انا وصاي هذه هي وما كنتش حاولتش انك انت بوسيف قال انا ما ندخلش في هذه اللعبه هذه لا انا ما ندخلش هذه الصباح كاع فوالا وانا عندي معلومات باللي حسني كان حتى تخرج تفطر التاوية كنت صديق مقرب يعني من نتكلم على عبد الله ولده اش كان يقول لك على عبد الله؟ كان يبرع عليه ويغني عليه وكذا عبد الله كان صغير على بالي بيان سور كان صغير كان يبغي ولده كان يبغي ولده كان يبغي بزاف حتى في الاغاني حتى في الاغاني كان ومغني عليه بزاف ثاني وبخصوص معليش نبي نولي الغنية تاع صراحه راح عليه بكيف يا حسني قلت لك باسكو تفكر ولده وهذاك الوقت وقيلا كان مدابز مع المراه تاعه مانيش عارف شا طيب طيب سيتو هذا ما وكيفاش كان يتعامل مع اللي كتبوا كلمات محمد نونا كيفاش كان يتعامل معهم؟ يتعامل معهم نورمال كانوا سيرتو هنا استوديو ماستر كانوا يجوا كانوا يجوا هو دي فوا مام دي فوا كي يعرف بلي غادي يسجل لا نقولوا بغا يخدم مع نونا ولا بغا يخدم مع عزيز ولا هذيك يدير معاه موعد قال له نتلاقوا اليوم مع الزوج في الاستديو ويجوا ويجيبوا له هذوك لي باول هذاك وراه هو راه مع عالي ولا مع حوتي يسجل ولا يحفظ سير لا سير بلاص يسجل سير بلاص هو الوقا يقبضها يقراها يشوف الكلمات باللي عجبوه يروح يسجل فيها صاي ما يقراش ما يسمعش والو طيب. وكاين دي فوا الوقا راهي عنده والكلام اللي راه فيها يتبدل بلا ما تعب انت
هو يبدله هو يبدله بلا ما تعب انت. انا دي فوا بكتي باسكو دي فوا كان يكمل الخدمه يحط هذيك الوقت على الطاوله هنا في الطابله ايوا انا نسمعوه في الاخر. دي فوا نقعد نقرا انا في الكلام تلقاه جاي الكلام اللي ماشي مكتوب في الواقع. دونك يقول الكلام اللي حسه هو يكتب فيه بالخف بالخف يكتب فيه الكلام. ولا اللي كتب له الكلمات ما ينزعش؟ لا 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 لا. وانا حسني كان يختار هذا الاستوديو بالذات. هادر غادي يتكلموا عليك بوسي يا خويا مانيش عارف باسكو بالك القروحه باسكو القروحه كيما يقول لك القروحه ولي سيكسي تاعو قطوتهم كاع خرجوا منا وكنت نتفاهم انا وياه بزاف كنا متفاهمين بزاف. تمام واش كان يبغي حسني باش هكا ولا صاحبك؟ اش كان يبغي شك توفى الله انا على بالي بلي كان قبل ما يدخل يغني يروح ياكل الحوت ويروح معاه بوسي. نيشان لا باسكو كان نورمال زعما يجي الوقت اللي كان زعما شويه هو الوقت اللي بغى يخدم قال له نفوته. دوك عليه هو كانت عنده خدمه خفيفه تاعه ما كانش خدمه زعما اللي تطول ولا ايوا نفوته. دوك كان شوشو تاع الاستوديو كان شوشو. تري بيان تري بيان. والوفاه تاع دراتك بوسيف؟ اي قعدت وقيله واحد دو مون نبلع ولا مش عارف ثلاث شهور. ودروك كاين لا روليف ولا حسني؟ ما نظنش ما نظنش. كاش لا روليف مازال فيه تسعه مازال ما دوك حسني ما يتخلفش صاي ما نظنش ما نظنش كان مازال فيه باقي نصرو في الحياه مازال نصرو وهذوك كل خير. وهذا الاستوديو ماستر فاتو هنا فاتو كاع شكون هو بوسيف تكون كاع 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 بشنات نصرو حسني عبد الحق مامي خالد صحراوي فضيله زهوانيه ريميتي شكون ثاني جماعه ثاني من الجزائر جلطي عبد الرحمن محمد لامين حاتم صالحي حسن سيد احمد سيد احمد الحراشي وقيله سيد احمد الحراشي سيد احمد الحراشي الله يذكرهم على خير ان شاء الله يكونوا بخير. دوك دوك هذه كاع كاع وجماعه ثاني تاع عبد العباس كاع محمد العباسي محمد الدريسي ياسين الله يحماه ميمون العباسي على ذكر على ذكر ياسين انه يقولوا انه بعض الاغاني تاع ياسين كان يغنيها حسني. واه معاودهم واه معاودهم هنا حتى هنا عند واه واه كيفاش كان حسني يديهم عادي هكا؟ لا بصح كان يطلبه باش يديهم. تري بيان تري بيان هذا اللي بان. وياسين حق زعما الله يحماه ما كان زعما الانسان اللي كان قال لا ما تعاودش ولا واش ما يطلبه يقول له عاود. دونك كان يطلب من لا ماشي هو البروديكتور هو اللي كان يدوموندي. تري بيان. حسني يدوموندي البروديكتور قال اسكو نعاود بين الاغاني اللي عاودها تاع ياسين ما تعقلش عليها بسيف. عاود لها عاود زوج واقيلا زوج ولا ثلاثه. مي داروا سكسي. واه. فوالا هذا هو الفرق بين ياسين المرحوم وحسني عيد الله يرحمه. يعني هذا هو الغنيه اللي كاين اللي عاودها كانت تبان. كاين دي فوا مغنيين اللي خادمين شي غنيات ما باينينش فيهم بصح يعاودها هو تبان في السوق. وكاين شي غنيات اللي كانوا ما يخرجوش عليه ثاني. ما يخرجوش على حسني. ما يخرجوش عليه. باسكو ماشي لو ستيل تاع. فيه دي كاسيت ولا دي شونسون حسني ما كانش راضي عليهم. غناهم وكذا خرجوا للسوق و لا كاين بزاف اللي مغنيهم وماشي حاس بهم هما هو ماشي حاس بهم باسكو البروديكتور قال عاود لي هاد الاغنيه يعاودها يعاودها صحيح بصح هو ما راش وحده هنا في استوديو ماستر وين عاود دي شونسون يعاود نورمال يعاودها نورمال بصح على بالي بلي ما راش كيما يقول لك يغني فيها من قلبه غير قال عاود لي هاد الاغنيه يعاودها وصحيح سي لو بلون كوميرس وصحيح. كيفاش كانت علاقته بعلي؟ مع علي؟ علي ثاني ولد ستوديو ماستر فوالا باش تفهم. لا علاقة كاع هو معاهم كاع مع علي كانوا لي زارونج اللي قال لي خدموا هنا كاع كانت عندها علاقة مليحة كاع كان يتفاهم معاهم نورمال والضحك والزعاقة ولي بلاك سيتو لي بلاك هو كان يموت على لي بلاك. تري بيان تري بيان. و معليش أنا غادي نروح لفولي معليش أنا قلتها لي في الكواليس أنا غادي نعاودها قلت لي أنه هو يعني توفى يوم خميس وكان غادي يغادر الجزائر يوم الاثنين. واه يعني كان جاهز موجد كان موجد واه كان ديجا باسكو كانت واحد لاجونس هنا قدامي تري بيان تاع لي يخدموا لي بيي وكل شيء فوالا وكشف عليها بيي دا عليها البيي يعقل هو على حسابه هو قال لي لاندي راني خاطب فوالا فوالا توفى كان رايح يشوف ولده على كل حال نيشان في راسه ويشوف زوجته تاعو المفروض هذا هو
والمكتوب هذاك هو مكتوب. وكيفاش كانت علاقته ب بولد سكو ماغنيف سكري با؟ لا كان يخدم معاهم، لا كان اللي يعيط له يخدم معاه، ما كانش عنده زعما، كان اللي يعيط له على خدمه يخدم معاه، ما كان زعما يفوزي قال فلان ولا فلان ما خدملهاش ولا كانش يفضل فلان، مثلا لا سكري لا با لا على بولا لا لا لا، قال لي كان عنده شي خدمه معاه كان يعيط له. شوا سا ديبون رونديفو، مي تيعطيه رونديفو باسكو كان كيما يقول لك كان ما يحبش. فوالا شحال قلت لي بيحبش يعني كان يومين يسجل؟ ماشي يومين يسجل، هو تاني كان يخدم وكان تاني يضل في فرنسا، كان اللي قال عباك يروح بالسيمانه بالسيمانتين تاني. رونديفو مثلا بين بوعلام سكو ماغريب وسكريبا يعني كانوا بعد يمد رونديفو؟ لا نورمال نورمال نورمال، زعما كيما مع بوعلام ولا مع محمد ولا مع نبيل ولا مع كاع سا ديبون، وين هما يكونتاكتو وقال له روحوا شوفوا مع السيديو، هو ما كان ما قال روحوا شوفوا مع السيديو وديروا رونديفو وقولوا لي ها وين انت وصاي السيديو سيرتو السيديو ماستر. كانوا دي اكزيجوا عليه كلام معين يقوله ولا دي شونسون معينين يقولوا مثلا؟ لا كاين شي غنيات قلت لك، كاين شي غنيات اللي كان البروديكتور زعما نقولوا هو يقول له كاينه غنيه تاع الشاب فلان ولا هذا فلان عاودها لي. دونك ماشي حسني كان يعاود لي شونسون من يعني لا 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 كانوا يفرضوها عليه لي زديتو وهو ما يجي يغنيها يغنيها وصايا. تري بيان تري بيان. ومين تشوف هنا يعني شو تفكر ابو سيف؟ حسني كان هنا شو تفكر يعني هنا في كل زاويه حسني كل زاويه تنطق هنا حسني 87 هذه التصويره هذيك راهي هذيك من 87 وقيله ولا 88 هذاك انا كنت نشبه له. كاين واحد قالوا لي ايضا انك تلمو كنت صاحبه بزاف في بوشيت كنت تاوي في الصوره ما فرقوش بين هو حسني وشنو كنت نشبه له شبه له. مام في فرنسا كانوا يقولوا بخويا كانوا يحسبونا خوت. طريبيا. حتى في بوشيت كانت ليك صوره تاوية مانيش تصويره وقيله وما فرقوش بين حسني ولا بوسيف. فوالا اي وي. شو تفكر بوسيف لما تفكر لي ما تشابين ولما يكون وراء الزجاج هذا؟ ايه الله غالب مكتوب هذا هو. ما تفكرش كلام كان يقولها لك؟ لا تفكر بزاف والله نتفكر. مثلا كلام كان يقولها لك خلينا من الاغاني. تفكر نتفكر. كان مغبون في لما يقول الناس تربط يقول لك هذاك الكلام اللي كان يقوله في الاغاني كان عايشه حسني. سي فري ولا لا؟ نيشان 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 هو الشيء قال لي كان يقوله كان عايشه. تري بيان. حتى دونك نجموا نروحوا انه كانت عنده مشاكل هو شخصيا كان عنده مشاكل. مانيش باغي نقول عائليه ولا كذا لكن كانت عندها مشاكل. ما كانش يفكر انه يتخلص من هذه المشاكل يكمل مع هذه المشاكل؟ لا نبدلوا الهضره ما نروحوش في الصلاح اللي بعد الصلاح اللي خطينا ما نروحوا له. طيب نعاود نولي للغناء. ما تتذكرش اخر اغنيه غناها عندك؟ الاغنيه هادو كاين هادوك الخمسة مانيش عاقل عليهم والله ماني عاقل عليهم. كانوا سونتيمونتال ولا كانوا؟ لا سونتيمونتال واه للخمسة واه. دونك خمسة ما خرجوش؟ ما خرجوش واه ما خرجوش والله مخدومين بهذا وهذا جبته جديد انا عاقل. فوالا بهذا هذا واش معايا واش؟ هذا سامبل. فوالا بأن أول مرة خدم بحصني هو الأول. هذا واه. فوالا فوالا. هذا يعطي صوت مليح ولا يعطي صوت مليح ولا لا؟ هذا تعليبيت تعليبيت ملي باز. دونك هاد الاغاني الخمسه اللي خدمهم حسني خدمهم بهذا الجهاز مخدومين كاع بهذا واه ومخرجوش كاع كاع لارونجمون مخدوم به بس مخدوم به وما خرجوش ما خرجوش واه. واش تقول لنا كلمه اخيره بسيف؟ شنو نقول يا خويا نطلبوا له الرحمه الله يرحمه الله يجعل ربي يوسع عليه ومرحبا بكم شنو غادي نقول لك؟ واليوم واليوم اليوم ما قبحيتش متخايف هذاك بارك الله فيك بوسيف. الله يحفظك. لكن واش معليش قول لنا كلمة على حسني. حسني حسني الإنسان خليني حسني حسني الأرتيست خلينا حسني الإنسان واش قلنا عليه؟ كان يسمونه خير لا كان مولا خير. أنا شوف خطرة كانت لانيفرسار تاعي. بون هذاك لانيفرسار تاعي النهار ما على باليش بلي هذاك النهار تاع أنا عاقل كنت في البحر. كنت كاري تماك في البحر كابانو. 8 ولا جا عندي تماك في البحر. ايا تا قالوا لي دير تكلم حسني راه يعيط لك. ايا خرجت قال لي دير غير البس راني مسحقك خذ عارف الشغل تبيكو
قال لي غير لبس قرشك راني مسحق كاين واحد السيد راه باغي يشوفك. وين هادي؟ لا هنا واقيلا قدام هنا قدام تلحق المرصى واقيلا. ايوا هوت هوت معاه باللوطو. شال القهدي يا ولدي، القهدي بطابله وجماعه مريحين فيها ودعوه مجده بن علي تماك شا كاين؟ قال لي وكيف لانيفيرسال تاعكم على بالك شتا؟ قلت له والله ما على بالي. دونك خاصني تفكرها ولا ما تفكرتهاش؟ واه وكيفاش كان رد فعل تاعك؟ الرياكسيون تاعك كيفاش كان؟ خلعت. دونك اللي يبغي بوسيف هذا هي. شنو هذا السر هذا اللي يبغي بوسيف؟ حتى انك وليتوا تشابهوا في فتره بفتره. شنو هذا السر هذا؟ ما كاس والله ما كنا خوت كنا خوت. وكما قالوا لك توالفنا كنا نخرجوا مع بعض كنا ماشي غير خدمه ماشي غير خدمه. ملي نخرجوا كنا نريحوا ونتعشوا ونقصوا توجو مع بعض توجو. انا اللي بغيت تحكي لي الاغنيه تاع كاع نسى معليش حكينا عليها في الكواليس بصح حكي لي عليها. كانت هنا كلشي التوزيع الموسيقي وكذا كان هنا يعني كاع نسى. واش تقولنا عليها كاع نسى؟ اش نقول لك عليها؟ كاش في التوزيع الموسيقي وكذا كانت هنا ما كانتش في جهه اخرى. لا توزيع خدمها حسين. تري بيان تري بيان تري بيان. بوسيف بارك الله فيك. الله يحفظك. وشكرا. بلا جميل. أول مرة هذه سادة المشاهدين أول حوار يعني قصير حصري على قناة تلفزيونية من طرف بوسيف. شكرا سادة المشاهدين سلام. سادة المشاهدين نعود يعني بوسيف تكلم على حسني وإن كان تحفظ نوعا ما وأنا نقول رضوان تفضل سمعنا.